مسلسل كتبي ام بي سي. ونشرة أخبار ام بي سي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل نتابع. أنغام عربية بآلة غربية، إبداع موسيقي يشغف الأذان ويفتح آفاق التلاقي بين الشرق والغرب. وبطل الأندية الأوروبية ضلع على. شكرا نادين. أنغام عربية وبأوتار غربية، موسيقار سوري يتفرد بعزف مقاطع عربية بآلة موسيقية. أراد عازف الجيتار محمد صالح إيجاد مكانة لآلة الجيتار التي يعشقها تتجاوز المكان المؤطر كجزء من الفرقة الموسيقية في عالمنا العربي. وفي بحثه عن إعطاء دور أكبر لهذه الآلة، استطاع تطوير أحدث الأجهزة الموسيقية في العالم وتوظيفها بشكل جعل الجيتار الكهربائي الغربي يصدر أصواتا شرقية تتناغم مع التراث العربي. تقنية عم تستعمل بالعالم العربي، استعنت بجهاز في سامبلر وضليت اشتغل عليه شي سنتين تقريبا على هالموضوع مشان اقدر طلع صوت القانون والعود والبزق مثلا والناي او اي صوت بنفس الخامة. ومع وجود آلة الأورج التي صممت خصيصا للشرق من حيث برمجتها لإصدار أصوات لآلات شرقية، يرى صالح بأن هذه الأصوات تعتبر بدائية مقارنة بما يستطيع التحكم به من خلال تقنيته الجديدة على الجيتار. الأورج آلة مستحدثة، وقت بنعزف على مفاتيح أو كيبورد بنعزف القانون ما بيعطي نفس المصداقية اللي بتطلع عندي أنا عم بعزفها على وتر، وفيني دوزنها مثلا وغير مثلا بطبيعة الآلة، فيني ألعب فيها مثل ما بدي وطلع العربات. تطوير بحاجة إلى سنوات طوال من المتابعة والعمل. فهل يعيد الجيتار إلى مكانته السابقة حين أدخله الموسيقار محمد عبد الوهاب إلى الموسيقى العربية كآلة تفريد؟ مي مظلوم، ام بي سي، دمشق. وختاما اليكم العناوين. هذا السيستم اللي عم نشتغل عليه هو خاص بآلة الجيتار الإلكتريك أو الكهرباء، 2008 هو وجديد على العالم العربي. لحظة واحدة رح أقدم لكم ضيف عزيز غالي، فنان أصيل استطاع أنه يغير حالة آلة الجيتار من حالة عادية إلى حالة استثنائية. لحظة واحدة ورح نقدم لكم إياه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل الاستاذ محمد صالح اللي امامكم الان، واللي هو فنان منذ الصغر، فنان بيعشق الموسيقى، لا يهتم على الاطلاق ماذا تعطيه الموسيقى من مال أو شهرة، لذلك هو مخبى، ولذلك كثيرين منكم بل ربما كلكم ما بتعرفوا محمد صالح. شاء الحظ ومن حسن حظي أني تعرفت عليه هو صغير لمحمد، هو عم يعزف على الجيتار وعلى البيانو، وبعدين بيعزف كمان اللي بسموها كيبورغ أو الأورغ إلى آخره. لكن بالنهاية إجت آلة جديدة على البلد، جيتار كهربائي ياباني جديد كان مصمم من أجل فقط المعزوفات تتعلق بالروك والهارد روك وما إلى ذلك من الحان غربية وموسيقى غربية. استطاع هو بابتكار جديد أن يحول هذه الآلة إلى حالة أخرى، ممكن أنه يعزف من خلالها الحان تقترب من الشرقية،
يعني يمكن أن تعانق أذننا ونسمعها ونستذوقها وبشكل جديد جدا. وراح تلاحظوا بعد شوي هذا الكلام وراح يفرجينا مباشرة. أهلا وسهلا فيك. أهلين محمد. أهلا وسهلا فيك. تفضل الميكروفون يمكن لازم يضل هون. تفضلي. تفضل. الآن بتمنى يعني أول شيء تسمعنا معزوفة وبعدين بنحكي. تفضل. الجيتار جاهز وموصل. تعرفوا على بعضكم محمد صالح والأستاذ أحمد عثمان. تفضل. تفضل. تفضل أستاذ أحمد. شرف. شو حتسمعنا محمد؟ سمعكم راجعين لفيروز. طيب خلينا نسمع. تفضل. الله عنك يا محمد. تفضل استريح. والحقيقة شيء مثير جدا مثل ما لاحظتوا عم نسمع لأول مرة هذا النوع من الموسيقى. في شيء مختلف الآن عم نسمعه، شو هذا؟ هاي الأصوات معالجة. معالجة بواسطة جهاز سنتسايزر. هذا يعني نحن بقينا بعد ما دخل الجيتار للموسيقى العربية بقينا 50 سنة على الشكل النمطي أو الصوت النمطي لآلة الجيتار. هلا بالغرب تطور آلة الجيتار لأنه هي رائدة بالغرب. الآلة معروفة رائدة، مهمة جدا بالغرب. نعم. والريادة لها، فطوروا هن بالتسعينات طوروا جهاز سنتسايزر للغرب، يعني بيعزفوا فيه مثلا مثل ما حكينا الهارد روك بيعزفوا بلوز وإلى آخره وأصوات آلات غربية. بالتسعينات أنا من خلال مراسلتي جبت الجهاز سنتسايزر دخلته على العالم العربي، لسه كان مصنع جديد. فمن خلاله قدرت يعني بعد جهد ودأب واشتغلت عليه كثير ومع الفرق الموسيقية قدرت من خلاله أدمج أصوات، ركب مثلا طلع صوت البزو أو الناي أو يعني اخترع أصوات وبالجيتار. هذا الشيء يعني تحديدا مو صعب، هاي بدها خيال، بدها عنده يعني بده يكون الفنان عنده خيال وعنده حس تعبيري او تشكيلي، عنده موسيقى تشكيلية، يعني يكون عنده قدرة انه يخترع صوت من هالآلة هي. هذا الشيء الجميل اللي عملته، هل لقى صدى عند مثلا كبار الفنانين، كبار الموسيقيين، الناس يهتموا فيك، يستقطبوك، تنضم انت لفرقهم؟ شو؟
لا بما انه الشيء اللي مساويه جديد بده فتره لياخذ وضعه الطبيعي، لانه مثل ما بنعرف انه يعني الموسيقى او الشيء المطور يعني لبين ما ياخذ الوضع العادي الطبيعي بده فتره. بده ياخذ وضعه، انت ما انك عم تقدمه يعني؟ انا ما عم اقدمه، ما طلعت على الاعلام يعني قليل، لانه كنت اشتغل فيه مع الفرق الموسيقيه العربيه مع النجوم شاغل كثير، وكانوا حتى يخربطوا وقت اعزف اصوات مركبه قريبه للاورج يقولوا له للاورج يعني يفكروا انه الاورج عم يعزف. طيب انت امام يعني معضله، اما انك بدك تساير مثل ما بيقولوا السوق وتشتغل معهم وبالتالي بتجيب مصاري، او بدك تستمر على هذا الجهد البالغ اللي اخذ منك يعني جزء كبير من سنوات عمرك. يعني ليش اخترت الطريق الثاني اللي لا في مصاري ولا في شهره ولا في شيء؟ هلا جاوب. هو بالنسبه لهيك تقنيه جديده، انا ما بيهمني المصاري او ما بيهمني الوضع المادي، بيهمني اقدم شيء. اول يعني مثلا اول عازف قدم طور اله هي مصنعه للغرب، قدمها على مستوى المنطقه ومستعد يضحي بكل عمره من اجل ذلك. مزبوط عم بحكي؟ طبعا. شكرا يا استاذ محمد، وشكرا يا استاذ احمد، شرفتونا ونحن سعيدين جدا فيكم. استاذ احمد اللي قدم سنين عمره من اجل البلد ومستعد يستمر، يحس بالشباب ما يزال في العشرين، وما يزال نشاطه في العشرين واحلامه في العشرين من اجل بلده وخدمه بلده. اهلا وسهلا فيك، يعني نحن تشرفنا فيك ونحن فخر لنا ان نكرس حياتنا في خدمه الوطن. الله يبارك فيك ويخليك للبلد. استاذ محمد صالح بدنا نشد على ايده ونشجعه ونقول له برافو عليك على هذا الصمود، انك انت مستعد تقضي 16 سنه من عمرك ومستمر ايضا في سبيل انه يقدم شيء جديد للبلد وباسم سوريا، ولا يسال لا عن المال ولا عن الشهره، بهمه يخلق شيء جديد. يقولوا يوما ما محمد صالح عمل منعطف مهم في